كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنا لغة العلوم والحاسوب. أنا لغة البيان والإفصاح. أنا لغة معظم الكتب والمؤلفات. أنا لغة كتاب الله وأحاديث نبيه. أنا لغة أفصح خلق الله. أنا شجرة لا تنبت ثمارها. أنا لغتكم العربية. يقولون خطأ إذ ينهى الإسلام عن التصنت على الآخرين، وهذا خطأ شائع. والصواب ينهى الإسلام عن الترصد على الآخرين. يقولون خطأ من الأفعال التي يخطئ فيها بعض المتكلمين قولهم تعالوا بضم اللام، وهذا خطأ شائع.